قام فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم زوال يومه الأربعاء 13 من نوفمبر 2019 بزيارة مقر إقامة المنتخب الوطني لتشجيع ومساندة العناصر الوطنية قبل المباراة التي ستجمعه يوم الجمعة المقبل بالمنتخب الموريتاني لحساب الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021. وحث رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حسب ما جاء في بلاغ لجامعة الكرة لاعبي والطاقم التقني للمنتخب الوطني على بذل مجهودات كبيرة خلال هذه المباراة حتى يتسنى لهم تحقيق نتيجة إيجابية تمكن النخبة المغربية ببدء مشوار هذه التصفيات بشكل جيد.